والتي لم تكن مرضية، إلا أنه يبقى أكبر رهان تم كسبه هو تدارك الفراغ المهول الذي حصل الموسم الفارط بخصوص هذه الفئة. لأننا كتعرفوا السنة الماضية كان الشبان درنا اعتذار لأسباب كنا ذكرناها في الجمع العام السابق، ولكن الرهان اللي كسبناها المرة هو أننا كان عندنا فريق وشاركنا بالرغم من أن النتائج ما كانتش في المستوى. عندنا فئة الصغار الموسم الثاني. باش نحييوها على الدور اللي كتقوم به في كل ثلاث موسم صغيرة بطبيعة الحال. كذلك وأنا أتابع التقريرين المالي والأدبي، النزاهة والموضوعية كتطلب منا أننا نشكر الإخوان على المجهودات اللي بديوها، سواء السيد الرئيس أو السيد الكاتب العام أو السيد أمين المال وباقي أعضاء المكتب. بذلوا مجهود كبير في غياب مداخل قارة، في غياب مساهمات المؤسسات المالية والاقتصادية كما قال الأستاذ الكبير، وفي غياب أبسط شيء هذا الشيء اللي بور الرياضة ما حضرش، لا يعرف باش تحضر الشيء اللي بور الرياضة ما جاوش يحضر، هذا تشجيع الرياضة، لا ماشي تشجيع الرياضة. هاد الإخوان اللي كتشوفوا دابا اللي ضحوا السنة، شكون هذا اللي يمكن يجي شي واحد يتهم شي واحد من الإخوان ديال المكتب بأنه سرق أو تلاعب في الفريق أو باش هذه تضحيات قاموا بها، راه باش غادي تجمع 91 مليون في هذا الموسم وأنت عندك يا 50,000 درهم ديال المجلس الإقليمي بلي منحة خاصة، راه ماشي سهلة الإخوان. وبهذه المناسبة كذلك نحيي واحد المجموعة ديال الإخوان اللي الهلال كيسرق الدماء ديالهم أنهم بذلوا حتى هم جهودات وساهموا ماديا بطبيعة الحال. كذلك هذه المناسبة باش ما تقفلش عليا باش نوجه الشكر، أنا فرحان وسعيد مسرور بحضور وتواجد لاعبين قدماء أعطاو الشيء الكثير أكثر منا حنا، أعطاو للهلال ولما تنشوفو بشي قاعة بطبيعة الحال تعجبنا الحال بزاف وتنفرحوا. إخوان إلا بغينا نهضروا الصراحة راه واضح، قلته مرارا وتكرارا بأن هلال النهضة ما يمكنش يحقق الأمنية ديالو ديال الصعود إلى المراتب العليا ماشي غير الخروج من هذه الوضعية إلا في حالة واحدة، نبقاو نجري ونتجارو كما بغينا، نبقاو نقطع إلا إذا توفر شرط واحد، شنو هو؟ هو أنه نجعلو من قضية الهلال مشروع مدينة، مشروع ديال المدينة، بمعنى أن الجميع يجب أن ينخرط، السلطات، المنتخبين، الأعيان، المؤسسات المالية، المؤسسات الاقتصادية والجمهور، هذا كله إلا ما نخطوش كاملين في هذا المشروع ما يمكنش نتمشوا ولو خطوة واحدة إلى الآن. سيصبرها حي، هذا هو الشفافية والوضوح في الأمور، هكذا ستكون. قلت عامين سنتين تنعيت يوم الاثنين مع الصباح كرير السي بغداد تنقول له اجي السي بغداد هاك الفلوس ديال النقل اللي خصناه الهلال جبناه من مشكى، تعاقدنا معاه عامين باش ينقل فيه الفريق ديال هلال النهضه، وكنا تنخلصوه كل اثنين تيبيسينهم الفلوس السي بغداد. هذه وحده درناها واحد المجموعه ديال الامور الاخرى. بالمقابل عطينا انت شنو درتي؟ حيد لي غير الفيسبوك، هاد الفيسبوك خليها، هذاك الفيسبوك اش غادي يقول؟ الحاج المختار بنت الله اللي ذكرو السي عبد الكريم عطا 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 للفريق الهلال ركا، واش عنده فيسبوك؟ ما يساهم على الهلال، ها تعبر على المعقول
ما عنده لا صفحه ديال الفيسبوك ولا شي حاجه. وانت دابا عطي 1000 درهم ديال الخيرات مصدع العالم كامل، مصدع العالم كامل بالتراها بتشويش على الفريق، وتشويش هو اللي تيجعل الناس تيهربوا ما تيجيوش. تقول لك اسيدي اش غادي يدير تما؟ علاش؟ علاش؟ لانه حنا ساهمنا التشويش ديالنا بان الناس ما بغاوش يجيو يسيبوا. عندي واحد الاضافه الى سمحت السيد الرئيس فيما يتعلق بكاس العرش، غفلها السيد الكاتب ما ذكرهاش، بالاضافه الى الموقف ديال السيده المندوبه للصحه اللي ما تجاوباتش مع فريق الهلال باش تعرفوا حسن النيه ديال الفريق، انه انتدب مفوض القضاء من المحكمه الابتدائيه وتنقل الى المستشفى الحسني ودول محضر في الموضوع بانه الناس ما بغاوش يتهموا. اوكي كثر شي حاجه من هذا الشيء ان نكتب راسها للعصبه الوطنيه. العصبه الوطنيه ما تعرفها، ما تعرفهاش لا سي عبد ولا شي واحد اخر، انا تنعرف العصبه الوطنيه مبنيه على السيبه والمحسوبيه والزبونيه. شيء لانه ما كانش خصهم يلعبوا المقابله ديال الاقصائيه كاس العرش الا بعد البث في الشكايه اللي درنا حنا كهلال. اعطينا لكم وثائق، اعطينا لكم محضر ديال المفوض القضائي ديال المحكمه، اعطينا لك المراسلات اللي سيتنا المندوبه، ما بغاوش يديروا سميك، ما بغاوش يديروا التحالي. واش غادي تخلينا نسافروا؟ ما نسافرش. اذا ما تحملوش المسؤوليه الفريق ديال الهلال، بالعكس ولكن العصبه الوطنيه لانه مستنسين في التلاعبات ديالهم والمحسوبيه ديالهم بطبيعه الحال مشاو لعبوا الماتش تقريبا في نفس الاسبوع بلا ما يطهروا ولا يدسوا في الشكايه او الرساله اللي صدرت لهم فريق الهلال المنظور وهذه السابقه تسجلوا ضد العصبه الوطنيه الاقتصاديه. من هذا المنبر ومن هذا اليوم المبارك كنشدو هاد الناس باش يبدلو شويه هاد العقليه ديالهم ويمدو اليد ديالهم لهذا الفريق اللي عنده تاريخ، عنده حموله تاريخيه كبيره. ما غاديش نسميو هاد المؤسسات كامل اللي عطا، ولكن داك الشيء اللي ما حنا كنقولو دابا غير شي شويه كاين كوسات يعني كاين ناس يفوسوها السوس مازرت زين ربع الوقت شي نشا نتمنى بالدرن العقليه نسال قاده ظهر رياضه تمثل الاقليم الكبير وتمثلو عبد اللطيف نير الاستاذ نير دفران نير العلا كتمثل الاقليم من قاع الهلال الرياضي الناضولي يعني تمثل الاقليم الكبير. نتمنى زيد المكتب دغيا سن الاسحاق الفورا المار الاسحاق الفورا المؤسسات الماليه المؤسسات الاقتصاديه المؤسسات المنتخبه، ويا ريت انه من ما كاينش شي ميجني وكاين غادي يعاون لان قالت هو غادي دم الغنيه مار المؤسسات راسي كيف باغي عمان مار سويت عمان هو في المال غيعاني الاشهار وفي المال غيعاني غادي نروح غادي كيف باغي لي صغار وين لي صغار نمرو عيني دي سوا. نتمنى ندوا صحفيه من لما حنا غاشاكي الجني نتاعنا عاد يديني باش الراي العام غادي يسلو كيف المعمل باش يسلو المؤسسات الماليه كيف المعمل يسلو المؤسسات الاقتصاديه كيف المعمل يسلو المؤسسات المنتخبون كذلك. بالنسبه لسي عبد اللطيف عاود على حساب الماتش بين الفسق الميسور تعتبر في النقطة السوداء على جبين مندوبية وزارة الصحة. لا يعقل أنه أتسرسل الملف باش يمكن العالم تيستر حنا ديران إيش بارتيرو مصيرية ديال نهار الثلاثاء أر نهار الحد ميمكنش وخليني راه بعد الخميس العطلة الجمعة السبت خاصنا خسرنا قليلا لنا خاصنا نكلوها ثا ندينو بشده مندوبيه وزاره الصحه للنظر نتحمل المسؤوليه
وتا ديجن الوقت السوداء خوينا في الجبل نشوف صحاب الحسنات عند الباه. واش بغيتي يمشي للهلال ها شنو فيه في الهلال الفيسبوك ها هادي ها هادي ما تخسر هذه راه حال الهلال غادي نخسر دران نسسيني نشفط يدور غد الطير على حسابات الناس يجن غنيت مع ترى غيس اسيدي غادي نشفان دور لي هاد دبين وغادي غادي نغطر حد هاو كيش غادي نكتب الكتاب ويتكبوين ولي قارس ويتكبوين ولي قارس ويتكبوين ايضا يراجع الحسابات إنا تغيري تقن نقد الهدام أما النقد الحقيقي خصها دايري نهار غادي الجمع العام إنا توان تراجع تقدم إن شاء الله لائحة لتسير الفارق لأنه ثلاثة البلاغة تلقى نطالب بمن له رغبة في تسير الفارق أن يقدم لائحته إلى السيد الكاتب العام الجمع العام الأول ما جا حتى واحد الجمع العام الثاني ما جا حتى واحد اليوم ما جا حتى واحد لولا الجهود اللي دار اخر لحظات اقناع احد الاخوه اللي كان كيدعم الفريق طيله الموسم في تقديم ترشيحه اللي غتشوفوه بعد المصادقه على التقرير الحدادي والمالي ماشي حتى واحد راه الفريق يحيد ايضا اشنو باغي غتسير لا تخلي الناس يخدموا لا اشنو باغي لذلك هنا غنرجع للدور غنرجع للدور ديال الجمعيات ديال المحبين الجمعيات ديال المحبين ولا الالتراس خصهم يلعبوا الدور ديالهم يوفروا شويه الجو للمكتب المسير اللي غيجي فاش غيخدم واش اليوم انتم عارفين بان الى النظر فيه الديون هاد الناس اللي غيجيو راه غيجيب الفلوس ديالو باش غيدير الديك واش غيجيب الفلوس ديالو يجي للملعب تمشي انت تسب وتكتب عليه في الفيسبوك وحتى اللي جبتي الفلوس كيقول لك منين كتجيبوا الفلوس منين كيجيب شوقي الفلوس فلان راه خدام لهي فلان راه خدام هادي راه بغاو يعطيو الفرقه لهادي شنو بغيتو حنا الدور ديال الجمعيات ديال المحبين وديال الجماهير الحقيقيه ديال الهلال باش تحمي الا كان عندها طبيعه الحال الغرض في الفريق في المكتب المسير غادي يشتغل وغيطلع الفريق راه هو هذا اما الا بقات الامور هكذا اي واحد جا للفريق حق دير ارى ما قد ارى ما غنديش ارى ما غيجي حتى واحد هذا مشروعين كبيرين كانوا جايين للهلال ما نقولش مشاو ولكن في ظل هذه الظروف وهذا المحيط اللي عنده اليوم عند الهلال قرروا الرجوع خطوه الى الوراء